ولنقاش هذا الملف حول الرفض الشعبي للعملية السياسية والانتخابات القادمة في العراق وإطلاق حملة لمقاطعتها، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين المعارض السياسي علي الشعلان. أهلا بكم سيدي. أهلا سيد سمية، أهلا وسهلا بحضرتك. في إفادة للمبعوثة الأممية اليوم تحدثت أمام مجلس الأمن بأن الانتخابات في العراق هي خيار الشعب، كيف يمكن قراءة تصريحها انطلاقا من خيار الشعب الذي بدأ في تشرين في تظاهرات واحتجاجات ما تزال متواصلة إلى حد الآن؟ نعم أختي، بالتأكيد هذا ليس خيار الشعب العراقي. المبعوثة الأممية تزيف الحقائق وتعطي معلومات غير حقيقية عن ما يجري في العراق. نحن اليوم ست سمية ندفع كل يوم ندفع ثمن سكوتنا على هذه الطغمة الفاسدة الحاكمة في بغداد. العراقيين ليسوا غير مهتمين بهذه الانتخابات ولا يريدون هذه الانتخابات ورافضين لهذه الانتخابات، لكن قوة السلاح الميليشيات وعباط السلطة وحكام السلطة في المنطقة الخضراء تفرض على الشعب العراقي الذهاب إلى الانتخابات. نعم سيد سمية، ظل هذه الثقة المنعدمة بين العملية السياسية أو الشخصيات الموجودة في السلطة حاليا والشعب العراقي، ما الخيارات الموجودة أمام الشعب قبيل الانتخابات؟ نعم ست سمية، الخيارات هي من بثق في بغداد خلال هذا الأسبوع الجاري مؤتمر بغداد لثوار تشرين أبطال تشرين وعوائل الشهداء، وصدرت توصيات من هذا المؤتمر وبالتنسيق مع قوى المعارضة في الخارج. هناك شباب أبطال في صرخة عراقيين للتغيير، أطلقوا صرخة للتغيير هي رفض الانتخابات جملة وتفصيلا، وعلى كل شعبنا العراقي يتفاعل مع هذه الفكرة التي أطلقتها صرخة عراقيين للتغيير. هناك يجب علينا أختي أن نرفض هذه الانتخابات، لأنه في قبولنا لهذه الانتخابات حنرجع 18 سنة ثانية بيد هذه العصابات، بيد عصابات السلطة وميليشيات السلطة وسرقة ثروات العراق وتقسيم العراق، ولن يجني العراق شيئا من هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة في بغداد سوى الهلاك وسرقة أمواله وسرقة نفطه. هل هناك رؤية محددة لهذه الحملة لمقاطعة الانتخابات؟ نعم بالتأكيد سيد سمية، هناك رؤية اتفقت انبثقت من مؤتمر بغداد خلال هذا الأسبوع الجاري، واجتمعت قوى المعارضة بعد مؤتمر بغداد. كل قوى المعارضة اجتمعت وقررت رفض الانتخابات، وهذه المبادرة أختي اجت من حركة من صرخة عراقيين للتغيير البطلة، أطلقت هذه وتفاعلت كل قوى المعارضة. والآن حتى شفنا نزلت مظاهرات في ساحة التحرير ترفض هذه الانتخابات، ومؤتمر بغداد رفض هذه الانتخابات. احنا اليوم متوحدين مع قوى المعارضة ست سمية ورفض شعبي كامل، وحصلنا على هناك فقرة أختي، بس خلي أوضح نقطة، هناك فقرة في ميثاق الأمم المتحدة، الفقرة 6 من ميثاق الأمم المتحدة تقول إذا الشعب أجمع 100,000 توقيع تعتبر الانتخابات باطلة. هي الانتخابات باطلة، هؤلاء من أجوا مع الاحتلال الأمريكي ودولة الشرق إيران، هؤلاء هم أصلا غير شرعيين للبلاد. ونحن عشنا كل 4 سنوات انتخابات كاذبة تولد لنا يوم بعد يوم مأساة إلى شعبنا وسرقة أموال بلدنا وتقسيم بلدنا، فهذه الانتخابات هي أصلاً باطلة. وأصلاً لما انطلقت هذه الحملة لرفض الانتخابات كل قوى المعارضة اجتمعت ولمدة 3 أيام متتالية وقررت رفض الانتخابات.
بالحديث عن الأمم المتحدة التي أشرتم إليها، المبعوثة الأممية أيضا أكدت أن الانتخابات المقبلة لن تشوبها أو لن يشوبها ما شاب الانتخابات السابقة. ما مدى صحة وإمكانية تحقيق ذلك في ظل سيطرة الميليشيات على المشهدين الأمني والسياسي في العراق؟ نعم أختي، المبعوثة الأممية لا تعيش حالة الإنسان العراقي. نحن شفنا لما ذهبت الى عائله الشهيد الوزني معها 200 سياره مصفحه و300 رجل امن وعايشه في حياه غير حياه شعبنا اللي يتشرد، اللي لا عنده بنيه تحتيه، لا عنده تعليم، لا عنده صحه. هذه الامراه كاذبه اختي، كاذبه. العراقيين يرفضون هذه الانتخابات، كل المعارضة في الخارج ترفض هذه الانتخابات، وانبثت لجان عن المعارضة واجتمعت المعارضة كلها ورفض تام. احنا ست سمية، احنا ما نرفض الانتخابات لأنه انتخابات، نرفض الانتخابات لأنه الانتخابات أتت بهذه الطغمة الفاسدة الحاكمة. فقط هم في السلطة يتداورون الأدوار فقط لا غير، وثروات العراق تهدر يوميا. اليوم على شعبنا يتظافر ويتوحد ويرفض رفض قاطع هذه الانتخابات. نعم أختي. شكرا جزيلا لكم المعارض السياسي علي شعلان، حدثنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الألمانية برلين.